Do you condemn حماس؟ اكتر سؤال بيتسال دلوقتي في الاعلام الغربي، اي حد معدي قدام الشاشه هيتسال السؤال ده. هل انت تدينهم على ما فعلوه في يوم 7 اكتوبر واللي ادى بينا لكل هذه الكوارث؟ لكن يا جماعه سؤال مهم، هل في زمن غير الزمن وفي ظروف غير الظروف كان ممكن الاعلام الغربي نفسه ما يدينهمش؟ بالعكس يقف جنبهم ويعتبرهم مجاهدين؟ والحقيقه يا جماعه ان ده كان ممكن يحصل فعلا لو اللي كان من 75 سنه احتل فلسطين هم الروس. الموقف ده يا جماعه حصل موقف مشابه ليه جدا في اواخر السبعينات. روسيا احتلت افغانستان، كان وقتها اسمها الاتحاد السوفيتي ايام الحرب البارده، وهنا يا جماعه بدات تنشا جماعات مقاومه اساسها الجهاد والدين زي بالظبط اللي موجودين دلوقتي في فلسطين. وقتها يا جماعه الناس دي كان اسمهم مجاهدين، وكانت امريكا بتدعمهم جدا، ما هو عدو عدوي صديقي، لدرجه ان الرئيس الامريكي جاب بيستضيفهم في البيت الابيض شخصيا وبيدعمهم بالاسلحه وبيدعمهم بالفلوس عن طريق باكستان، لدرجه ان النووي اللي ممنوع على العالم كله ان هو يملكه قدرت باكستان بسبب مساعدتها لامريكا في هذه الحرب ان هي تمرر برنامجها النووي، لان امريكا اولا كانت مشغوله في كل الحروب اللي داخله فيها في العالم وكانت بتساعدها برضه باكستان، فما تقدرش تقول لها حاجه في الموقف ده. مش بس كده، ده امريكا كمان كانت مخليه الدول العربيه زي مصر والسعوديه تفتح باب التبرعات ليهم براحتها، وكمان اللي عايز يسافر يا جماعه روح جاهز في افغانستان قدامكم الطريق مفتوح انا سايباكم تعملوا اللي انتوا عايزينه. مع ان يا جماعه ارجع اقول لكم ان المقاومه هنا كانت بنفس المسمى الجهاد في سبيل الله. اشمعنى ده كان حلال وده كان حرام؟ وهنا يا جماعه سؤالنا كلنا للاعلام الغربي، ديو كوندم المقاومه الافغانيه لمقاومتها للاتحاد السوفيتي في الثمانينات؟